ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا النهارده نعمل ستيفلر رياكشن جديد، والفيلم اللي احنا هنعمل له رياكشن هو فيلم راث اوف ذا مان او راث اوف مان بتاع جيسون ستيثم. معلش يا جماعه اعذروني لو هتلاقيني بهبل وانا بتكلم غصب عني، لان انا لسه حرفيا بجد بدون مبالغه ده الفيديو النهارده رقم 9. النهارده على هوم سينما ده الفيديو رقم 9 بجد بدون مبالغه. فهتلاقوني فاصل يعني، خلاص ده اخر فيديو الحمد لله وتمام كده يعني. انا قلت ايه الاول؟ جوسن، انا قلت ايه؟ نسيت. هو الفيلم بتاع جيسون ستيثم، التريلر لسه نازل من يومين ثلاثة، وهو من كتابة وإخراج جاي ريتشي. جاي ريتشي ده يا جماعة المخرج بتاع ألادن، اللي كان عامل فيلم ألادن، ومفروض ان هو بيعمل ألادن 2 دلوقتي برضو مع تقريبا مع مينا مسعود، برضو هيكمل مع مينا مسعود. وكان عامل قبل كده The Man of Uncle، وكان عامل قبل كده King Arthur الجزء الثاني، وعمل حاجات كتير أو سوبت أوي. الفيلم كان تقريبا بتاع مادونا وشارلوك هولمز الأولاني، فلا مخرج عمل أفلام جامدة يعني. اللي معانا في الكاست ليست بتاع مع جوسن ستيثم، سكوت إيستود ده ابن كلينت إيستود، بوست مالون. بوست مالون بجد؟ اوكي انا ما كنتش اعرف المعلومه دي. بوست مالون اول مره اعرف ان بوست مالون اصلا بيمثل، ولا يمكن طلع في فيلم، يمكن طلع ضيف شرف، الله اعلم. الباقي كلهم ممثلين جداد. طبعا كالعاده ما شوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Ladies and gentlemen, we have a new addition. H. Portico Security specializes in cash trucks across LA. The prey. You ready? Ready. They're serious. Leave this to me. Get in the truck next time. Sorry, pal. Trucks to get hit. He's not a cop. But if he's not a cop, what is he? You were in an accident. Mama's son. He didn't make it. We've scorched earth. Always be a good boy. You started by saying you'd do anything. But what I'm hearing is you think you've done everything. You could do in 20 years. اوكي يا جماعه، انا مبسوط قوي في التريلر من حاجه واحده، ان انا شفت جوش هارنت. جوش هارنت ما كانش مكتوب في الكاست ليست صح؟ اوه لا كان مكتوب، جوش هارنت كان مكتوب، انا ازاي ما خدتش بالي من اسمه؟ جوش هارنت ده انا حتى لما ظهر اول مره في التريلر ما خدتش بالي منه، شفته في تاني مشهد ظهر في التريلر، فده بسطني جدا يعني. وبوست مالون طالع حرامي دراج ديلر وخلص عليه حرفين جوزن ستيت، طلع مشهد كده ما كانش ليه اي لازمه، بس جاي ياكل عيش يعني من الاخر. بصوا هقول لكم حاجه، الفيلم حلو بس مش ليا ومش سينما يعني. الفيلم حلو بس مش سينما ومش ليا يعني، انا مش من نوعيه الناس اللي بحب نوعيه الافلام دي. لان بصوا هقول لكم حاجه، لان كنت بتفرج عليها زمان، سواء بصوا سواء جوسن ستيثم، سيلفستر ستالون، وارنولد شوارزنيجر، وبروس ويليس، الناس دي كلها البافة اللي انا قلت عليها دي، الناس دي كلها بتعمل نوعية افلام حرفيا واحدة يعني، الاكشن الضرب اللي ما بيتضربش، الشخصية الروشة زي ما انتوا شفتوها كده في التريلر، الشخصية اللي ما بتتضربش، اللي هو نزل حرفيا من العربية بيعمل كده وبيظبط حاله، ومع المسدس والطلقات بتعدي منه، هو روش عمل كده ضرب اول طلقة جات فيه، والتاني ضرب 20 طلقة وما جاتش فيه طلقة واحدة. عارفين انتوا الشخصيات الروشة دي اللي بتطلع في الافلام، اللي هو حرفيا شخصية جيمس بوند يعني كده من الآخر، اللي هو بيطلع يدي 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 وفي الآخر ولا حتى لياقة القميص بتاعته تتوسخ. هو جوسن ستيثم أخد نفس السكة دي بقاله فترة كبيرة جدا، ومع ذلك برضو ناجح يعني. أنا ما بقدرش أقول حاجة، شخصية اللي بيطلع بيها في دايما في الأفلام شخصية ناجحة، بس مش ليا. رغم أنا بحب المخرج جاي ريتشي، بس الفيلم ده مش ليا. بس على فكرة الفيلم ده لو نزل سينما في مصر، الفيلم ده لو نزل سينما في مصر الفيلم ده هيعمل ضجة جامدة، وعشان تبقوا عارفين يعني
الفيلم ده هيكسر في الايرادات يعني زي فيلم دماج. يعني تصدقوا لو قلت لكم ان لحد النهارده ما اتفرجتش على فيلم دماج ده اللي هو بتاع جيسون ستيفن، على الرغم ان الفيلم دماج ده لما نزل سينما في مصر عمل ضجه بنت لذينه ما اعرفش ليه، وانا اتفرجت انا لما جيت اتفرجت على التريلر بتاعه ما جاش معاه سكه خالص نهائي، لان ايه ليه ايه ده ليه 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 مش عارف. تقريبا دماج ده كان جاب 20 مليون في مصر حرفيا بدون مبالغه، جاب بتاع حاجه و20 مليون ليه ما اعرفش. الفيلم من نوعية الأفلام الباد آس بتاع جوزن ستيثم اللي احنا متعودين منه في ترانسبورتر ومش عارف، فبرضو ما فيش جديد يعني. هي برضو النوعية اللي هتخش تتفرج على شوية أكشن وشوية ضرب وشوية حاجات وشوية حركات وحط لك قصة في النص وتتفرج وتنبهر بالحركات الأكشن بتاع جوزن ستيثم. بس لو هنتكلم على بلوت، البلوت ما فيش يعني بتاع الفيلم مش هيبقى فيه أي حاجة حرفيا، هو ابنه اتقتل وهو عايز ينتقم، فبرضو القصة المعتادة بتاعت نفس الناس اللي أنا كنت بتكلم عنهم من شوية يعني ما فيش أي جديد يعني. بس لا الفيلم لا نوعية الأفلام دي ليها ناس وبصراحة يحترموا يعني، بس مش سينما يا جماعة، الفيلم ده حرفيا مش سينما، ده كده فيلم تجيبه كده بالليل تقعد تتفرج عليه. عارفين انتوا الأفلام بتاعت الساعة 8 بالليل ولا 9 بالليل تقعد تتفرج عليها كده على MBC2، هو نوعية الأفلام دي. لكن تخشها سينما وتدفع فيها فلوس ليه يعني؟ مش محتاجة. اما الفيلم ده ممكن اكون شفته 5000 مرة قبل كده وممكن ما يكونش نفس البطل، بس خلاص يعني ما فيش حاجة واو جديدة اضافت يعني. نسبة ترقبي للفيلم 4/10 صراحة، مش تقليلا من الفيلم لان انا مش من نوعية الناس اللي بتحب تتفرج على الافلام دي كتير، لان انا واحد بتفرج على افلام اكتر من 20 سنة حرفيا بجد بدون مبالغة، بقالي اكتر من 20 سنة بتفرج على افلام وشفت افلام كتيرة قوي 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 من نوعية الافلام دي للممثلين كتير قوي، فمش ده الفيلم اللي انا بصراحة هدفع له فرصة عشان اخش اتفرج عليه في السينما يعني. انا اسف يعني لو كان نزل على ستريمينج سيرفيس على النت انا ممكن اتفرج عليه واعمله ريفيو مفيش مشكله، لكن اخش ادفع له فلوس في 5000 مره انا شفت فيلم نوعيه الافلام دي لا ليه يعني. مع الرغم ان الفيلم ده ليه ناسه يعني جيسون ستيثم على راسي من فوق يعني، بس حاسه ترانسبورتر على مش عارف على نوعيه الافلام اللي بيعملها مفيش جديد يعني مفيش حاجه جديده. ده ميكانيك، عارفين ده ميكانيك اللي كان عامله برضو من كام سنه، ما فيش جديد بقى انا بالنسبه لي يعني. جوزن ستيثم دروك انا بحس البروس ويلز جوارسناجر سيلفستر ستالون بحس دايما بيطلعوا نفس الحاجات في كل الافلام بتاعتهم او ريسنتلي معظم الافلام اللي بيعملوها هي نوعيه الافلام اللي دايما بيقدموها، ما فيش حاجه جديده يعني، هو شويه اكشن وشويه حركات وشويه مش عارف ايه وبتاعه والفهوبه فيلم نجح، بس ما فيش اي جديد بيتقدم يعني حرفيا كبرفورمانس. داخل تتفرج على بيرفورمانس مش هتلاقي شغل دايركتنج بقى وبتاع حركات برضو مش هتلاقي، انت داخل تتفرج على حرفين على اكشن او قصه اللي هو البطل الوان مان شو زي ما بيقول يخش يعمل شويه حركات وبتاعه وفي الاخر هو اللي بينتصر يعني، فما فيش حاجه جديده. بس ده نسبه ترقبي للفيلم، وده ده كانت حلقتنا النهارده ليه فيلم وراث اوف مان بتاع جوزن برضو جوزن هو جيسون ستيثم. ايه جوزن اللي انا بقولها دي انا مش عارف ليه جيسون ستيثم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن، ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.